تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاها، فقامت صباح اليوم بزيارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالعذيبة بمحافظة مسقط، وذلك للاطلاع على الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والعلاجية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور صاحبة السمو السيدة حجيجة بن جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. وتفقدت السيدة الجليلة خلال الزيارة المراكز التأهيلية التخصصية التي تضمها الجمعية والقاعات المجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتطبيق برامج التأهيل والتدريب للأطفال على اختلاف إعاقاتهم والتي تساعدهم في التكيف والاندماج في المجتمع. واستمعت حفظها الله خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة وتنمية مهاراتهم ومساعدة الأسر لإدماجهم بالمجتمع. كما تجولت السيدة الجليلة في المعارض المصاحبة التي أقيمت على هامش زيارتها للجمعية، مشيدة بما شاهدته من ابتكارات للمتطوعات في مجال الوسائل التعليمية، وأبدت حفظها الله إعجابها بمنتجات الأطفال ذوي الإعاقة المنتسبين للجمعية وما يقدمونه من إبداع متجاوزين به إعاقتهم. وفي ختام زيارتها قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها شكرها وتقديرها للقائمين والمتطوعين بالجمعية نظير جهودهم النبيلة وسعيهم الحثيث لحصول هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن على أعلى مستوى من الخدمات المتخصصة في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، داعية الله تعالى لهم بالتوفيق في مهمتهم. فيما عبر القائمون على جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عن سعادتهم الغامرة بزيارة السيدة الجليلة الكريمة والاستماع لتوجيهاتها، وهو ما يعكس حرصها الدائم واهتمامها الكبير بهذه الفئة من أبناء المجتمع، آمرين للسيدة فور الصحة والسعادة ومديد العمر.